استشهد 16 فلسطينيا على الأقل، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات آخرون فجر اليوم، وذلك في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ ومناطق جنوب غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال استهدف مدرستي إيواء تابعتين للأونروا في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا على الأقل. كما استهدف الاحتلال غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات. بسرعة بسرعة، تعال تعال.